ما باش عندوي احنا يا هسي اخنوش نمنع على رقبته ما باش عايشين ها قلبي ولا الربع الربع مقطع الربع اخوتي يا ما بقى ناكلو الربع صافي شلي كاين الربع وانتوما غرسوها العام سيدي بالزبابل ديالنا ايوا ونقيو البقولة ونعرقوها وحنا مثلا الزيت في كازا ولا في طنجة هذاك يعمل لك 14 15 درهم حنا دايما زايدين درهم على او جوج درهم على السوق اي حاجة يعني خلاص طحن 10 كيلو اللي كيعمل 40 درهم حنا كنشريوها ب 43 درهم البوطة كتعمل 40 درهم كنشريوها ب 45 درهم السلام عليكم مشاهدين ديالنا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي وعدناكم به السلام عليكم خوتنا كيف نتوما لاباس عليكم مزيانين نتمنى والله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي هو مفاجأة والمفاجأة ديالنا هي الكوزينة ديالنا المتواضعة المهم خليكم مع الفيديو تكتشفوه خلينا مفاجأة للمشاهدين ديالنا وما قلت حتى شي واحد يعني خليتها مفاجأة المهم ماشي شي مفاجأة كبيرة مفاجأة اللي هي بسيطة صغيرة كما قلنا لكم الأحلام المتواضعين الحمد لله أحلام البسطاء وما من بعد الأحلام الوصال اللي تحققوا دابا حاليا دايما كنقول لها خصني نعدل الكوزينة خصني الكوزينة دابا إن شاء الله قلت لها ما نخليها شي أكيد غنعدلوا الكوزينة دابا خوتي بقاو مع بعض اللقطات اللي بدينا الكوزينة من البداية ديالها بالزليج بالبني بكل شيء بالبوطاجي خليكم مع هاد اللقطات ونتلاقاو من بعد باش تكتشفوا معنا الكوزينة خليكم مع الفيديو ما نساوناش من لايك وتبارك الله عليكم خليكم معنا باش تكتشفوا الكوزينة واحد جول الصحة ويصل الكوزين الصحة وين كما تشوفوا فيها القشوع والثلاجة معجة في البلاستيك وزينة مربى المهم هنا قشت فيها القشوع عندي هي الحفرة للبوطة قلت لهم نلقي الفرن هنايا عاود حيت واحد اخرى دغيا يطلع لي في راسي الفرن في واحد البلاصة في البلاصة اللي نردو هنا المهم دابا عملته هنايا ما يطلع لا في الراس عاود بلقيه هنايا ايوا ما يطلع في الراس رمي يعاود بر قشوع قشوع المهم انت الساعة تبارك الله خذي انت هذا زندريز هذا هزت لي كل شيء المهم اخوتي هما الديكورات ويصال اللي قالت اللي اختارت ويصال اختارت كل شيء قهوة كما كتشوفوا انتو ما حدش ما درتو السيب القهوه المهم جاو مزيونين طال ما ندار في الاول كنت نقول لك كيفاش بيجوا هذا دابا جاو مزيونين تبارك الله ويفتحوا على الزليج ما يجيش كامل في لون واحد المهم اخذ كيما قلت لكم هذا الرواقيت كان عندي قديم عقيته نقضي به دابا حتى من بعد نشري ولا شي رواق اخر ما احسن المهم ماشي خصنا نبدل هذا اللون صافي ماشي ما عجبنيش
ايوا عاوننا على الكولور، علاش لقيت هذا الكولور هذا الحمار بالذات؟ بغيت نقرر يعني، انا بغيت يجي حمار صراحه، باغا يجي حمار، كنت باغا يجي حمار. بقيت عام ونص في السطار وقيت جوج د القرايد نورا حمرا، ومع ذلك خرج لي وردي جا مزيان. وقيت له الكولا زاد غلقاته شويه وصافي. جاغوز جاغوز ماشي حمار، ماشي حمار جاغوز. وهذا كوايز صبغت بطلة باش ما يتقشروش يبقاو هابطين، كان تنقي لما الجير يبقاو يتفرك ديك الجير ويهبط. ودابا جربت نقي لما اطلع على الله ما يزول شي، المهم شي حاجة اللي بسيطة. ما خوتي بالزربه كما قلنا لكم، قلنا بما اننا نزلنا الفيديوهات الاخرين ديال الكوزينه قلنا ضروري نصوروا كما كان الحال، نصوروا المهم ضروري ننزل لكم فيديو الكوزينه شوفوها كما هي. الحمد لله كما بدينا معكم كما كنصوروا معكم دائما، بلا زواق بلا نفاق، جباله كما نقولوا بلا زواق. المهم ديك الشيء نصوروا ديك الشيء الحاضر، وهذايا نتمنوا تقبلوا علينا. هما شنو الطبوقة؟ واحد د الحرشة وواحد الخبز. الطبوقة اللي شراها ويصال من عند العطار على القادم من الورود هنا. أميرة جابتها مني، خلي أنا جيت لها الورد. قبلوا علينا إلا كان غبروا عليكم بعد شوية بعض الشيء بعد شوية. المهم أخوتي ضغوط العمل وهذا أنتم عارفين. المعيشة خوتي صعابات، ورجع الكل دابا كيفكر الهضرة، الشعب كامل 40 مليون مغربي كاملة كيهدر على الكوزينة دابا حاليا والحاجيات ديالها. كل شيء كيهدر. شفت واحد خانا مطيب التناكل ديالو بالقميجة، تخلى عند المرأة الكوكوت بحال هذايا، صيب التناكل ديالو ولادو بالقميلة مراقبين. الواقع هو هذا خوتي، يعني ما بلا ما نعوجو حتى ولا حتى، يعني الإنسان دابا حاليا كيتقاتل على ما غمس وصافي. ما البارح في نهار شو وصلتني قلت لي جبت الزيت، شريت الزيت من هنا من الدوار، كنت شريته ب 18 دراهم. والبارح فاش نهار ثلاثة فاش قلت له عند البقال قلت له خصني راه الواحد يطرو الزيت، قال لي 20 درهم. بقيت مشلوط، قلت له كيفاش؟ قال لي زادت جوج دراهم. قلت له راني الفلوس ديالي والله ما جبتها خذي لحد الان. وعاد بالخصوص يعني احنا في لكن مثلا الزيت في كازا ولا في طنجه هذا كيعمل لك 14 15 درهم، احنا دائما زايدين درهم على او جوج درهم على السوق اي حاجه. يعني الطنجه طحين 10 كيلو اللي كيعمل 40 درهم احنا كنشريوها ب 43 درهم، البوطه كتعمل 40 درهم كنشريوها ب 45 درهم. يعني دائما ديك الفرق المازوت والليسانس، يعني شي كيزيد على شي، يعني زاد المازوت عايزيد الترونسبور عايزيد السلعه، وهي مش احنا عايشين على الدوامه هذه، ونطلب الله يدير شي تاول د الخير. والحمد لله على هذا الروال اللي كتسمعوا اخوتي، الحمد لله هذا اول ايام المطر ان شاء الله يا ربي، يعني اللي توحشنا واشتقنا له بفارغ الصبر والخصوص وصال. يعني اكيد المغاربه كاملين توحشوا الشتاء، ولكن يعني علاش قلت لكم ويصل؟ لانه ويصل كيدعني بزاف بزاف بزاف، يعني من الماء والسقي، يعني تقول عليها كحله البوبريه لقاي النهار كامل. الله يلا نقي الخدام وبالي معاه. بما اننا هدرنا على غلاء الاسعار تمام، خليكم باش عنداويوها حنايا. قلبوا اسي اسي اخ النوش، راه ذنوبنا على رقبته، باش عايشين ها؟ الشيطان راه عايشين، راه حنا بنقلبوها وانا ما جبتش بنقلبوها للربع، الربع مقطوع الربع اخوتي ها، ما بقى ناكلو الربع صافي. شنو اللي كاين؟ الربع والثومه نغرسوها العام سيدي في الزبابل ديالنا. ايوا ونقيو البقوله ونعرقوها وحنا هانيين. شنو اللي كاين؟ الله يرحمنا بالشتاء يصفى ويهداو القلوب. هادشي اللي كاين اخوتي، كان هذا هو الفيديو ديالنا، تبارك الله عليكم وخليكم مع وصال. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو ديالنا المتواضع، وسمحوا لنا طولنا عليكم، ونتلاقاو فيديو اللي ماجي ان شاء الله يا ربي.